احنا قبل يومين عرضنا استطلاع كان مهم جدا وإلى تأثير كبير على الساحة العراقية، كل صفحات الفيسبوك حكت به والناس وصلت لنا رسائل كثيرة. الموضوع من النجف حول تهجير الناس وإجبارهم على الزواج من باكستانيين عن طريق زواج المتعة. الموضوع أخذ صدى كبير. احنا في وقت تابعنا مع سيدة أسيرة الطلقاني وهي عضو مجلس محافظة النجف الأشرف، في وقتها قالت أنا ما أعرف عن الموضوع، أول مرة أسمع به، وقلنا لها إحنا الموضوع قديم. حاليا إحنا لمتابعة هذه القضية، إحنا طلبنا من عندها أن نتابع الموضوع في الإعادة، هي ويانا عبر الهاتف حتى تحكي لنا هل وصلوا إلى نتيجة. طلبنا من عندها تزور المنطقة وتشوف الناس وتسمع شكاوى النساء هناك، المستباحات من قبل جماعة متطرفة دينية. مرحبا سيدة أسيرة. أهلاً وسهلاً بكم العزيزة، أهلاً ومرحباً بكم المستمعين الكرام. نعم حياك الله سيدة أسيل، احكي لنا شنو اللي وصلتوا له في هذه القضية المهمة جداً؟ حقيقة يعني بعد الموضوع اللي انطرح على قناتكم وقناة الشرقية قناة المواطن، حقيقة يعني وراء الانطرح هذا بنينا الموضوع وبدينا يعني من جميع الأطراف الموجودة، لأن الموضوع الظاهر هو موضوع شائك، فبدينا أنا والمراسل أيضا حيدر الصالح استقينا أكثر من مرة، يعني كان طلبي بأن يودينا على هذه العوائل، إن شاء الله الأيام القادمة راح تصير زيارة مكثفة لهم، بالإضافة إلى يعني تحدثت مع بعض مجلس محافظة والجهات الأمنية لنجمع أكثر معلومات يعني لإنقاذ هذه العوائل، يعني حسب معلومتي يعني أكو استغاثة صارت أو استجابة صارت من الإدارة المدنية أيضاً وهذا المجال. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله يعني راح تنحل المشكلة نهائياً، وماكو أحد ينظلم بهذه المدينة، لأن مدينة يعني أهل عيسان ما معقول لا أحد يتهجر منها أو ينظلم من أجلها. حتى هذه المواضيع اللي ذكرت إن شاء الله يعني نقف عندها ونحدها نهائياً. طيب حالياً شنو هي الإجراءات اللي قمتوا بها؟ يعني من فترة التقيتي بالعوائل وبالنساء خاصة، شنو الاجراءات؟ شنو تنتظرون او شنو يعني وين راح توصلونها؟ شنو حاليا الموضوع؟ حقيقه احنا حاليا يعني انا والمراسل يعني تابع لحضراتكم يعني شو صار اجتماع اولي بنلتقي بالعوائل. طيب. حقيقه انا ما اريد اروح وحدي هيك، اريد يعني جميع الاطراف تلتقي معي تكون الصوره واضحه. من تكون الصوره واضحه اكيد كل احنا هاي الاطراف راح نجمع، مثلا يكون رأي واحد يحسون طيب. يعني سيدة أسيل أفهم نعم سيدة أسيل، لحد الآن أفهم كلامك، لحد الآن ما التقيتي بالعائلة، ما رحت تزر فيهم ميدانيا، صار 3 أيام للموضوع. أنا يعني حقيقة يعني هذا يعني أول في البارحة والبارحة كانت اتصالات جميع المسؤولين طيب. وهذا الموضوع أريد أن أكثر معلومات كاملة بعدين أنتقد المواطنين بعدها، يعني حتى المراكز الشرطة اللي راحونها يعني جايبه الموضوع مو جهه واحده يعني حسب ما سمعت قناتكم بعدين شاهدت يعني خلال اليوتيوب الموجود يعني حقيقه ما صار مجالك اشوف على التلفزيون تابعت كل المواضيع تابعت كل البرنامج فشفت مو جهه واحده جهات ومتنفذه يعني حكوميه معلومات كامله عنها. نعم احنا سيده اسيل يعني اكيد هي سبب نعم احنا هذا اهم ما في الموضوع، انه هناك متابعه للقضيه ونتمنى تكون متابعه جديه على ارض الواقع ويعني تنحل القضيه بشكل كبير او بشكل نهائي. واحنا سمعنا يعني للاسف وصلت لنا مناشده انه هناك حتى بالحله، احنا نتمنى من الناس ان تكون لا تخاف، تكسر قيد الخوف حتى نوصل وننهي الموضوع بشكل كامل، لان الموضوع ما يسكت عنه، يعني هذا هز دوله باكملها. طيب احنا نشكر سيده اسير وان شاء الله راح نبقى متابعين الموضوع.